تعلم مع زكريا. السلام عليكم يا أصدقاء، أنا زكريا وهذا صديقي زيكو، واليوم سوف نبدأ برنامجا جديدا اسمه هيا نرسم. نتعلم فيه الرسم، الأشكال، الألوان والكتابة. هيا نرسم. في حلقة اليوم سنتعلم رسم سيارة شرطة. هل أنت مستعد؟ هيا نرسم. نبدأ برسم الشكل الخارجي للسيارة. هكذا. جيد. بعدها نرسم النوافذ وشكلها شبه منحرف. نبدأ بالنافذة الأمامية ثم الخلفية. الآن نرسم المكان المخصص للعجلات، نصف دائرة في الأمام ونصف دائرة في الخلف. ثم نرسم العجلة، دائرة كبيرة للإطار، نمحي الخط الزائد، دائرة صغيرة للحافة، وننتهي بأربعة أشكال بيضوية لتجميل العجلة. نعيد نفس الخطوات للعجلة الخلفية. هكذا. جيد. هيا نرسم الأبواب بطريقة سهلة. خط مستقيم مائل، خط مستقيم عمودي، وأخيراً خط منحني. الآن نرسم أضواء السيارة. نبدأ بالضوء الأمامي وشكله مستطيل، ثم الضوء الخلفي، ولا ننسى محو الخطوط الزائدة. وهذا الشكل لصدام السيارة، ثم مرآة الرؤية الخلفية، ودائما نمحي الخطوط الزائدة. حسنا أصدقائي، تبقى منارة الشرطة ونرسمها بهذا الشكل، وأخيرا نكتب كلمة شرطة. نبدأ بحرف الشين ثم حرف الراء، بعدها حرف الطاء، والحرف الأخير تاء مربوطة لأن شرطة اسم مؤنث. الآن يمكنكم تلوين سيارة الشرطة. أنا لونتها كالتالي: أحمر للضوء الخلفي، برتقالي للمنارة، أزرق للمنارة والنوافذ، رمادي لهيكل السيارة، والأسود للإطارات. لقد تعلمت رسم سيارة شرطة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك. المزيد من الفيديوهات في انتظاركم إن شاء الله. نراكم في الحلقة القادمة.